التغطية حول فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية، ونتساءل في هذا الجزء من تغطيتنا عن مستقبل السياسة الأمريكية في المنطقة العربية، وتحديداً في الملفات العالقة المرتبطة بحقوق الإنسان. أرحب بضيوفي في هذه التغطية، في هذا الجزء من هذه التغطية، الكاتب والناشط السعودي فهد الغويدي معي عبر سكايب من لندن، ومن تونس مدير مركز جامعة كولومبيا في تونس الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ فهد أستاذ يوسف الشريف، ومن بيروت الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط دكتور عبدو اللقيس. وأبدأ معك أستاذ فهد الغويدي، إذا أخذنا العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية كمثال لملف حقوق الإنسان وتأثيره في إدارة العلاقة بينهما، إلى أي مدى فهد ترى، وأنت ناشط أيضا حقوقي، ترى أن ملف حقوق الإنسان لديه أهمية لدى الإدارة الأمريكية وخاصة إدارة الديمقراطيين في العلاقة مع الرياض؟ بطبيعة الحال أولا يجب أن نفرق بشكل واضح ومن البداية بين العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين ما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه علاقة راسخة متجذرة منذ بداية الأربعينات تقريبا في كل المجالات، ويعني استمرت الإدارات المتعاقبة في إدارة الولايات المتحدة والبيت الأبيض على التغاضي أو على صرف النظر عن الانتهاكات الجسيمة التي كانت ترتكبها حكومة المملكة العربية السعودية في حق الناشطين والمواطنين، تحديدا فيما يتعلق بحقوق الإنسان وملف المعتقلين، طالما أن مصالحها تعمل بالطريقة المثلى وهي تحقق مصالحها في نهاية المطاف. ونعلم تماما بأن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري في نهاية المطاف، يعني الرئيس الأمريكي هو رئيس منتخب من قبل الشعب الأمريكي، وأولويته الأولى تحقيق مصالح الولايات المتحدة والشعب الأمريكي بغض النظر عن ملفات حقوق الإنسان. وهذا أمر كان متكرر سواء من قبل الديمقراطيين أو من قبل الجمهوريين. لكن ما مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظرك فهد مع السعودية؟ سفير السعودي الأسبق والرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية بندر بن سلطان قال في فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي أن كل رئيس لأمريكا من وقت روزفلت يتعامل مع السعودية باحترام، وكل مرشح قال كلام أثناء الترشيح يعتبر أو يؤخذ على أنه ضد السعودية، بعد الانتخابات يثبت له أو لهم أن السعودية دولة ثابتة صديقة صدوقة. هل سينسحب هذا أيضا على إدارة بايدن؟ هذا الحديث الذي كان يقوله ترامب بحق العائلة المالكة وبحق الملك، والأحاديث المتكررة والمهينة هي تقع في خانة الاحترام. لكن دعنا نتحدث عن البراغماتية الغربية، الديمقراطيين بالذات، إدارة أوباما خصوصا في ولاية أوباما الثانية غضت النظر عن انتهاكات جسيمة جدا لا سيما في مجال الحقوقي على مستوى المملكة العربية السعودية وكذلك على مستوى الدول الإقليمية. انقلاب السيسي حصل في عهد أوباما، انقلاب خليفة حفتر حصل في عهد أوباما، المجازر المروعة التي ارتكبها نظام الأسد حصلت كذلك في عهد أوباما. وبناء عليه لا يجب أن نعول كثيرا على أن بايدن والقيادة الديمقراطية الحديثة هي ستخدم مجال حقوق الإنسان في المنطقة وتحديدا في المملكة العربية السعودية. دعني أسمع سأعود لك مرة أخرى فهد، لكن دعني أسمع وجهة نظر دكتور عبد اللقيس. دكتور عبد اللقيس، ما رأيك الرئيس المنتخب بايدن هل سيسير على نفس نهج ترامب في العلاقة مع المملكة العربية السعودية؟ لأن بندر بن سلطان الأمير السعودي يرى بأنه كل مرشح بالنهاية حسب وجهة نظره سيكتشف بأن السعودية دولة صديقة وصدوقة، وأن المملكة العربية السعودية تعمل حسب وجهة بندر بن سلطان في سبيل الخير وهي معتدلة. يعني أولا تحية لكم ولكل الإخوة المتابعين الكرام. يعني إذا سلمنا جدلا وأن بايدن استلم السلطة وهذا الموضوع، ألو أسمعك تفضل دكتور، وهذا الموضوع غير يعني واضح المعالم بأنه سوف يستلم، هناك مشكلة كبيرة في هذا الاتجاه. لكن إذا سلمنا جدلا بهذا الاتجاه فهو يتوعد العائلة الحاكمة في السعودية وابن سلمان خصوصا، وأنه سوف يفتح ملف الصحفي خاشقجي ومسألة حقوق الإنسان وإلى ما هنالك.
وأنه سوف يوقف الدعم في على العدوان على اليمن. يعني هذه التصريحات التي ما زالت تصدر عنه حتى الساعة، يعني نحن لا نستطيع أن نجزم بهذا الموضوع، لكن المشكلة أنه هو من يتحدث بهذا الموضوع حتى الآن. لكن هو قال بأنه سيفتح ملف قتلة خاشقجي. لكن أعتقده أنه منذ بداية العدوان على اليمن كان هناك مشروع للتخلص من العائلة الحاكمة في أرض الحجاز عبر هذا النفق الذي أدخلت به ولم تستطع أن تخرج منه منذ أكثر من 5 سنوات حتى الآن، بحجة إعادة الشرعية إلى اليمن. وهذا الموضوع كان كله مجرد هراء بهراء، لا يوجد شرعية فارة، يعني الشرعية يجب أن تكون في أرض البلاد وليست تكون في خارج البلاد وتحاول أن تستمد قوتها بعدوان على البلاد لتدمرها كما حصل حتى الآن. وكانوا يعتقدون بأن الموضوع سوف ينتهي خلال أسابيع، ونحن في الشهر في العام 5 وتجاوزناه حتى الآن، ولم يستطيعوا تحقيق أي شيء من ادعاءاتهم بأنهم يحاربون إيران في اليمن، فلم يستطيعوا أن يقتلوا جندي إيراني واحد أو يأسروا جندي إيراني واحد أو يصوروا جندي إيراني واحد موجود في اليمن، بينما على العكس استطاع الثوار المدافعون في اليمن أن يأسروا من كل أنواع المرتزقة الذين جلبتهم إلى هذه البلد القوة الغاشمة التي اعتدت عليها. طيب، ولكن لماذا تفترض دكتور عبدو، تسمعني عملية تبادل دكتور عبدو اللقيص، وكانت خليط من كل جنسيات العالم التي كانت تحاول العدوان وتشارك بالعدوان على اليمن. دكتور عبدو تسمعني، يعني دكتور عبدو الكلام عن ان يبدو ان دكتور عبدو لا يسمع، هذه الإدارة او تلك سوف تكون ارحم مع مناطقنا ومع يعني قضايانا، هذا لا يمكن التعويل عليه. طيب، سأعود لك بسؤال آخر دكتور عبد اللقيص حتى نصلح الاتصال، يبدو أنك لا تسمعني. يوسف الشريف، من وجهة نظرك بايدن عندما يتحدث أنه سيحاسب قتلة خاشقجي رحمه الله ويصرح بذلك رسميا، كيف سيفي بوعده عندما يصبح رئيسا وسيدا للبيت الأبيض؟ للأسف لا أعتقد أنه سيفي بوعده بالنسبة لقضية جمال خاشقجي. بايدن سوف يضغط على السعودية بعدة طرق وفي أساسا في حرب اليمن، لكن سيضطر للتعامل مع السعوديين، يعني لن تنقطع العلاقة ما بين أمريكا والسعودية في عهد بايدن. ربما نرى ضغطا من حيث تواصل القضية، يعني لن يتم إغلاق القضية، لكن لن نرى عقوبات على السعودية أو على الأقل عقوبات على العائلة المالكة السعودية فيما يخص قضية جمال خاشقجي. لكن من المؤكد أن السعوديين اليوم ليسوا مطمئنين لوصول جو بايدن إلى الحكم. ما الذي يمكن أن يفعله؟ المغرد الشهير مجتهد قال على تويتر بأن هناك خطر فوري على محمد بن سلمان إذا استلم بايدن، وهو أن يكلف CIA برفع المعلومات الموجودة، بكشف المعلومات الموجودة عن جريمة قتل جمال خاشقجي. هل تعتقد بأن بايدن سيقوم بذلك؟ هذا يعني كل شيء ممكن، لكن هناك مبالغة كبيرة. أولا، مجتهد لا يعرف ما الذي يفعله CIA اليوم وما الذي يدور داخل CIA. ثانيا، لا يمكن لهذا قلت لا يمكن لبايدن أن يقطع العلاقة تماما مع العائلة المالكة السعودية، واليوم كما نعرف الملك المقبل للسعودية هو محمد بن سلمان، فالقيام ب يعني إلغاء وصول محمد بن سلمان للحكم في السعودية اليوم هو بمثابة ثورة، وفي هذا الوقت مع كل المشاكل الداخلية التي تواجهها أمريكا، لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية بحاجة إلى ثورة كبرى وذات عواقب غير يعني. غير يعني ما الذي سيحصل؟ لماذا تسميها ثورة؟ ما الذي سيحصل في أمريكا إذا أجبر بايدن أمراء سعوديين على إزاحة محمد بن سلمان؟ ما الذي سيحصل في أمريكا إذا أزيح محمد بن سلمان بضغط أمريكي وعين غيره؟
لا، هو المشكل ليس في الإزاحة، المشكل ما الذي سيحدث في السعودية. يعني لو الإزاحة تمت بهدوء وخرج محمد بن سلمان، طيب يعني بايدن والإدارة الأمريكية لن تتقلق كثيرا، لكن في الوقت الحالي مع كل ما يحدث، مع كل محمد بن سلمان هو ليس وحيدا، هو لديه ناس حوله، لديه حلفاء في السعودية وفي المنطقة، فأي انقلاب عليه يمكن أن يحدث يعني اضطرابات كبيرة في السعودية، وما يعني ذلك من اضطرابات على سوق النفط. وهذا بالنسبة لبايدن والإدارة الأمريكية التي اليوم لديها التي اليوم تواجه مشكلة داخلية متعلقة بوباء الكوفيد-19، ومعها مشكلة اقتصادية، ومعها مشكلة اقتصادية عالمية، ليس في مصلحتها ان يصير مثل ربيع طيب. العربي في السعوديه اليوم، لان ذلك سيولد اضطرابات كبرى على الاقتصاد، على اقتصاد النفط والاقتصاد الدولي، والى حد ما على المنطقه، منطقه الخليج. فهد الغويدي، ما رايك؟ هل تعتقد ان هناك خطر فوري وخطر غير فوري كما وصف المغرد مجتهد على محمد بن سلمان من وصول ترامب؟ هل هناك خطر عاجل حول قضية جمال خاشقجي؟ هو النزاع الآن بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على الرئاسة، وأيضا العلاقات المتوترة بين النظام الملكي في السعودية وبين الحزب الديمقراطي. بدأت علامات هذه العلاقات المتوترة في عهد أوباما عندما قرر أن يتجه بمشروع عرف بالمشروع الآسيوي، أو الخطة الاستراتيجية الآسيوية، وكذلك تقارب الإدارة الأمريكية مع إيران التي عرفت اختصاراً بالجي سي بي أو إي. حصلت هناك توترات قوية جداً بين العائلة المالكة والنظام السعودي وبين الحزب الديمقراطي. هذا قبل أن يأتي محمد بن سلمان وقبل أن يتولى أي منصب رسمي. عقب ذلك جاءت إدارة ترامب. إدارة ترامب كانت عبارة عن انقلاب لما أحدثه أوباما، وبناء عليه احتضن ترامب العائلة الحاكمة واحتضن النظام في السعودية. ونتذكر أن أول زيارة كانت لترامب إلى المملكة العربية السعودية، أول زيارة رسمية خارجية بعد أن تولي منصب الرئاسة، كانت إلى السعودية. وبناء عليه هذه العلاقة المتوترة التي كانت في عهد أوباما بين الديمقراطيون وبين النظام السعودي ازدادت توترا وازدادت الإشكاليات فيما بينهم. الديمقراطيون أثناء ولاية ترامب كانوا يبحثون عن ثغرة في سياسة ترامب الخارجية حتى ينتقدوا إدارة ترامب عليها، ولم يجدوا أفضل من حرب اليمن، فشنوا هجوم قوي جدا على إدارة ترامب التي تدعم هذا النظام الذي يرتكب المجازر وينتهك حقوق الإنسان. ما الذي سيحدث في ملف حرب اليمن؟ هل تعتقد أن بايدن سيوقف تسليح السعودية في الموضوع، في حربها في اليمن؟ نعم، فقط بعد حرب اليمن جاءت قضية خاشقجي وجعلت الهجوم يتزايد من قبل الديمقراطيون على إدارة ترامب. الآن بايدن يدعي بطبيعة الحال أنه سيغير من هذا الشأن، وهو مختلف تماما مع إدارة ترامب في هذا الدعم الكبير، سيما في حرب اليمن أو في التستر على قتلة خاشقجي. ولكن دعنا لا نفرط في التفاؤل، كما أسلفت، الديمقراطيون وبإدارة أوباما عندما كان جو بايدن نفسه هو نائبا للرئيس انتهكت الديمقراطية المصرية التي يزعمون الدفاع عنها، انقلب السيسي وارتكب المجازر يعني جهارا نهارا أمام مرأة ومسمع من العالم بأكمله في عهد أوباما وبنيابة جو بايدن. طيب. وكذلك ما ارتكبه بشار الأسد. وبناء عليه دعنا لا نفرط في التفاؤل، ولكن بشكل موضوعي، غير التفاؤل والتشاؤم، بالنسبة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ألا تعتقد بأنه لديه الآن أوراق ضغط على محمد بن سلمان؟ ملف جمال خاشقجي ملف حساس، ملف كبير. إلى أي مدى تعتقد بأن بايدن سيبتز محمد بن سلمان في هذا الملف ولن يصل لإزاحته؟ بطبيعة الحال الابتزاز هو موجود، تعاقب الإدارات الأمريكية منذ روزفلت وإلى الآن، والابتزاز حاصل وموجود. الفرق فقط بين الديمقراطيين والجمهوريين أن الديمقراطيون يبتزون من تحت الطاولة، والجمهوريون يعلنون هذا الابتزاز ويفاخرون به. ولكن أعيد للتذكير بأن الإدارة الأمريكية ستقدم المصلحة العليا لأمريكا، وإذا وجدت إدارة جو بايدن بأن مصلحة الولايات المتحدة هي في
إيجاد تحالف مع محمد بن سلمان الآن وربما دعمه لتولي العرش، فلن تتردد في ذلك وستلقي بعرض الحائط جميع الانتهاكات الحقوقية المتمثلة في حرب اليمن أو الانتهاكات على المستوى الداخلي أو حتى قضية خاشقجي، ستلقي بعرض الحائط جميع الوعود التي كانوا يقولونها أثناء الحملة الانتخابية والتي انتقدوا إدارة ترامب عليها، وسيقدمون المصلحة العليا لأمريكا. هذا النموذج هو نموذج متكرر سواء من الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري. دكتور عبد اللقيس، إلى أي مدى تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن كما قال ضيفي الأستاذ فهد أن تقدم مصلحتها في العلاقة مع السعودية في موضوع حرب اليمن وملفات حقوق الإنسان وحتى العلاقة مع إيران؟ أنت تعلم بأن محمد بن سلمان قطع وعدا لترامب بصفقة سلاح على مدى 10 سنوات تصل إلى 400 مليار دولار. هل تظن بأن أي رئيس أمريكي سيتخلى عن هذه الصفقة؟ يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، يعني نحن نرجع إلى ما يقوله هو بايدن نفسه، يعني الموضوع هنا ليس بعملية تحليل. بايدن يقول أنه سوف يوقف الدعم إذا وصل إلى الحكم عن العدوان على اليمن، وبالتالي سوف يفتح ملف حقوق الإنسان وملف خاشقجي. أما فيما يتعلق بصفقات السلاح، فهذه الصفقات هي صفقات مبرمة بين، إذا ما جاز لنا التعبير، بين دول. فهذا الموضوع لا يتعلق بوجود ابن سلمان أو ذهابه إذا ما تمت هذه الصفقة. لكن ممكن تنسحب السعودية من هذه الصفقات، هذا إذا كان هناك من سيخلف. فبالتالي عملية تقديم مصلحة الولايات المتحدة مصالحها الخاصة على كل الآخرين، هذا موضوع يعني خارج البحث. طبعا أمريكا تتعامل بمصلحتها الخاصة حتى فوق مصلحة إسرائيل، وهذا الموضوع حينما قامت أمريكا بالتوقيع على الاتفاق النووي رأيناها أنها لم تبلغ أكثر حلفائها أو أتباعها وهم العائلة الحاكمة في أرض الحجاز وإسرائيل، والذين كانوا أكثر غيظا من عدم علمهم بهذا الموضوع. فبالتالي هي بتلك الفترة وجدت أمريكا أن من مصلحتها أن لا تخبرهم بهذا الموضوع، فقدمت مصلحتها. يعني هذا الموضوع خارج كل الأبحاث. وهل سيقوم بايدن بنفس الأسلوب؟ هي فوق مصالح كل الحلفاء، حتى بالنسبة لحلفاء في الناتو. رأينا مؤخرا بأن ترامب حاول ابتزاز ألمانيا نفسها بأنه يجب عليها أو أنها تتقاعس أو تتلكأ بدفع ما يتوجب عليها من أموال للناتو، فهددها بسحب 10,000 جندي من أصل 38,000 موجودين في ألمانيا وإرسالهم إلى أماكن أخرى. فبالتالي حتى حلفاء أمريكا الخالصين في الناتو لا يتردد الإدارة أو لا تتردد إدارة أمريكا بأن تعاقبهم فيما لو رأت أن ذلك يخدم مصلحتها. فكيف بالآخرين الذين لا يربون إلى مصلحة، إلى مستوى الحلفاء، بل هم أتباع؟ ولكن هل إيران والملف النووي الإيراني تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظرك كسلاح ضد دول الخليج وخاصة السعودية؟ يعني دعني أوضح موضوع هذا الأمر. يعني حينما تتعامل أمريكا مع إيران فيما يتعلق بالموضوع النووي، دول الخليج لا تحتاج إلى فزاعة كما يحاول الإعلام بشكل عام أن يصور أن أمريكا تستخدم إيران كفزاعة لدول الخليج. دول الخليج هي مجرد وكلاء في هذه العروش وهذه المناصب، يعني لا يحتاجون لأن تقول لهم أمريكا يوجد إيران فسوف ترعبكم، عليكم أن تدفعوا. أمريكا تقول لهم ادفعوا وانتهى بدون وجود إيران. يعني إيران كانت موجودة في عهد الشاه وكانوا هم حلفاء وأتباع لإيران، كانوا حينما يذهبون لزيارة شاه إيران كانوا يدخلون بشكل جدا مهين أمام شاه إيران. فالمسألة لا تحتاج إلى فزعة، هؤلاء ليسوا بمستوى رجال دولة حتى يتم التعامل معهم كرجال دول، هؤلاء مجرد وكلاء على عروشهم. طيب يوسف الشريف، قال لابن سلمان نفسه أنه بدون الحماية الأمريكية خلال أسبوعين تصبح تتكلم الفارسية، يعني طيب. أو يسقط عرشك. يوسف الشريف، يعني أنتقل لضيفي يوسف الشريف. إلى أي مدى تعتقد أستاذ يوسف بأن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يمكن أن يستخدم سلاح الاتفاق النووي مع إيران في إدارة
ملف علاقات الولايات المتحدة بالخليج؟ هو الاتفاق النووي مع إيران هذا يعني من إنجازات أوباما وبايدن. يجب أن لا ننسى أن بايدن وكان نائب رئيس أوباما فهذا الاتفاق وما جرى عن هذا الاتفاق بايدن يرجع الفضل في جزء كبير منه إلى بايدن، ولذلك سوف نرى بايدن يأخذنا مجددا إلى نهاية سنة 2016 ويحاول إعادة إحياء هذا الاتفاق، ولن يفعل ذلك لكي يضغط على دول الخليج، ولكنه يؤمن هو وفريقه بأن الاتفاق النووي مع إيران هو الذي يعني هو الحل، ويؤمن بأن إيران أحسن أن تكون في صف يعني، ولكن دون الضغط علي في ملفات أخرى يعني هذا الاتفاق يعني في مكان يمكن التفاوض معه فيه. وهذا سؤالي يوسف، ما هي المساحات وإماراتيا وإسرائيليا وسنجد هؤلاء هذه العواصم الثلاث أو البلدان الثلاث تتعاون لمجابهة يعني إعادة إحياء الاتفاق و إرجاع إيران إلى صف المفاوضات. طيب. أولاً والأخطر ربما هو في هذه في الأسابيع المقبلة، أي في الشهرين ونصف قبل خروج الرئيس ترامب، سنرى عدة تحركات من سواء على جانب دبلوماسي أو ربما على الجانب الأمني والعسكري من هذه الدول ضد إيران لكسب ما يمكن كسبه من أشواط في حربهم ضد إيران أو في صراعهم ضد إيران ما دام ترامب هنا، لأنه عندما يأخذ بايدن زمام السلطة في يوم 21 جانفي 2021 يعني لن تكون بإمكان هذه الدول أن تتحرك بالطريقة التي تحركت بها في عهد ترامب. ولكن يعني سؤالي يوسف إذا كنت تسمعني عدة هجمات يوسف الشريف تسمعني على سؤالي السايبر أو على أرض الميدان. سؤالي يوسف الشريف هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة بايدن هل ستقدم إعادة إحياء الاتفاق النووي لإيران على طبق من ذهب؟ يعني أليس هناك شروط لابد أن تلتزم بها إيران أيضا، وإيران كانت قد خرقتها خلال العامين الماضيين، يتدخل إيران في شؤون المنطقة في العراق في لبنان في اليمن، هل سيتغاضى بايدن عن ذلك تماما؟ من رجالات ونساء السياسة الخارجية وسياسة الدفاع الأمريكية. مرة أخرى أعيد سؤالي يوسف، الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة بايدن هل ستعيد الاتفاق النووي مع إيران دون شروط، دون أي شروط تفرضها على طهران؟ يعني الشروط هناك شروط من الأول، لا أتذكرها الآن بصفة كاملة، لكن كانت هناك شروط من الأول. الاتفاق طبعا السعوديون يتحدثون عن الاتفاق وكأنه يعطي لإيران كل الصلاحيات، لكن لم يكن الأمر كذلك. هناك ستكون عدة شروط، يعني المنظمات الدولية ستراقب هذا الاتفاق و مدى التزام إيران به. المشكل اليوم حقيقة ليس بالضرورة في الإدارة الأمريكية، وإنما من جهة في البلدان الثلاثة التي تحدثت عنها، السعودية وإيران وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة، ومن جهة في إيران نفسها، لأنه جزء كبير من السياسيين الإيرانيين وخصوصا رجالات الأمن والدفاع في إيران ليسوا موافقين، لا يتفقون مع من فاوض على هذا الاتفاق. فالشروط ستكون هناك، لكن الخروقات ستأتي إلى حد كبير من الجانب الإيراني، وكذلك ستأتي بسبب الاستفزازات التي ستقوم بها السعودية والإمارات وإسرائيل ضد إيران، والتي ستجبر ربما الإيرانيين إلى يعني إلى القيام بعمليات عسكرية وأمنية ستقوض هذا الاتفاق. نعم فهد، أعود مرة أخرى إلى العلاقة بين السعودية وإيران، إلى أي مدى تعتقد بأن بايدن سيبتز السعودية في الملف النووي الإيراني، وهل تملك المملكة العربية السعودية أي أوراق قوة في وجه بايدن في الملف النووي الإيراني تحديدا؟ بطبيعة الحال بايدن هو رجل سياسي مخضرم يعمل في أوراق السياسة الأمريكية منذ عام 70، إذا نحن نتحدث عن 50 سنة من خبرة سياسية لهذا الرجل، شغل خلالها مناصب عدة،
الآن توجت بأنه أصبح الرئيس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا هذا الرجل يفكر من منطلق المؤسساتي، المنطلق المؤسساتي الأمريكي، وهو منطلق استراتيجي قائم على فكر يحرص أشد الحرص على استقرار المنطقة. ومن هذا المنطلق أعتقد بأن بايدن سيحرص على إنهاء حرب اليمن وعلى إعادة الاتفاق النووي الإيراني من أجل استقرار المنطقة، من أجل المصلحة العليا لأمريكا. المملكة السعودية والنظام السعودي لديهم أوراق ضغط ربما يستخدمونها، ولكنها ليست أوراق ضغط حقيقية. يعني في نهاية المطاف نحن لا نتحدث عن دولة تملك إرادة خارجية كاملة 100%، ولكن ربما يتم التلويح بعودة اتفاقات مع الصين، عودة اتفاقات مع روسيا كنوع من الضغط على إدارة بايدن، ولكن لا أعتقد بأنها أوراق حقيقية يمكن أن تعرقل مشروع بايدن في إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران. ماذا عن ورقة التطبيع مع تل أبيب؟ حتى المغرد مجتهد لوح إلى أن ربما ورقة نجاة محمد بن سلمان أمام إدارة ترامب هي أن يعرض التطبيع مع دولة الاحتلال. ولا تنسى بأن ترامب قد شكر الإدارة السعودية، المملكة العربية السعودية، على دورها في التطبيع. والتطبيع كذلك مع إسرائيل، أعلنت الإمارات ذلك وتلتها البحرين في صمت غريب من السعودية. يبدو بأن السياسيون في السعودية يعني أجلوا ورقة التطبيع إلى حين انتهاء الانتخابات، بمعنى أنهم كانوا يعولون على فوز ترامب بولاية أخرى، ولكن إذا لم يفز ترامب بولاية أخرى فيمكن أن يحصل هناك تقارب أو تطبيع مع إسرائيل. إذن ورقة التطبيع هي ليست ورقة ضغط بقدر ما هي يعني تصرف تكتيكي سياسي. إذا فاز بايدن وأعاد إحياء الملف النووي مع إيران، طبعا كما أسلفت من أجل استقرار المنطقة حتى لأنه يخدم مصالح أمريكا، فنحن سنقوم في المقابل بتطبيع كامل مع إسرائيل، وإسرائيل ذات النفوذ في الأروقة الأمريكية وهي صاحبة علاقة متينة مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري. ربما تستطيع عن طريق هذا المدخل أن تضغط على الإدارة الجديدة للبيت الأبيض في سبيل إما عرقلة الاتفاق النووي الإيراني، أو على الأقل فرض شروط صعبة جدا على إيران، أهمها بطبيعة الحال هي الانسحاب من التدخلات في اليمن وفي العراق وفي سوريا ولبنان وغيرها. أعود لك دكتور عبد اللقيس، هل تعتقد بأن الرئيس المنتخب بايدن في ملفات حقوق الإنسان في المنطقة وخاصة في مصر، هل سيكون نهجه مختلف عن نهج ترامب؟ أنت تعلم بأن جو بايدن تحديدا غرد لإطلاق سراح سجناء مصريين، والنظام المصري قبل يومين عندما أعلن أو بدأ بأن بايدن هو الفائز بانتخابات الرئاسة قاموا بإطلاق سراح عائلة المعتقل المصري محمد سلطان. صحيح. يعني قبل هذا لابد أن أشير بشكل سريع حول الموضوع ما بين إيران والاتفاق النووي عجالة سريعة. حينما انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي كانت إيران ما زالت ملتزمة به واستمرت على هذا المنوال بعد الانسحاب، إلى أن عجزت أوروبا عن الالتزام بما التزمت به ضمن الاتفاق النووي. فيما يتعلق بإمكانية العودة إلى هذا الاتفاق، كان لابد أو أنه لابد من أن ترجع أمريكا أصلا إلى الاتفاق النووي، ومن ثم ترجع إيران إلى يعني الالتزام بالبنود التي التزمت بها ضمن هذا الاتفاق. هذا الموقف الإيراني هو محسوم، لا يوجد تفاوض جديد حول بنود جديدة بالاتفاق النووي، هو اتفاق دولي وليس ثنائي حتى تستطيع أمريكا أن تغيره بنفسها أو أن تنسحب منه من تلقاء نفسها. فبالتالي هناك دول أخرى راعية لهذا الاتفاق، لا يمكن القفز فوق كل الدول العالمية التي شاركت بالاتفاق. فيما يتعلق بسؤالك، يعني بايدن هو يحاول الابتزاز، يعني قبل أن يصل إلى السلطة يحاول ابتزاز الجميع بهذا الاتجاه كما ذكرت ملفات حقوق الإنسان، لأن كل هذه الدول لديها مشاكل. يعني لا يوجد دولة في المنطقة حتى في العالم حتى نفس أمريكا، يعني لا يمكن لبايدن أو لترامب أن يزعم بأن ملف حقوق الإنسان في أمريكا في أفضل حالاته. نحن شهدنا الكثير من حالات العنصري
لمجرد أن هذا الشخص هو أسود أو ملون فيستطيع الشرطي أن يقتله بدون. ولكن هل يجعلك ذلك تقارن بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر في حقوق الإنسان؟ على ملف حقوق الإنسان في العالم حتى يحاكموا هذا أو ذاك، ولكن هذه أساليب يستخدمونها لابتزاز هذه الدول حتى تنصاع إليهم بملفات أخرى أكثر تعقيدا. فالمسألة ليست يعني مسألة حقوق إنسان بحد ذاتها، وإلا لكان وجب عليهم أن لا يكونوا يمارسون التمييز العنصري في بلادهم ومن قبل الشرطة الرسمية المركزية. فهذا أمر جدا معيب بحقهم أن يتلفظوا بحقوق الإنسان بعد المشاهد التي شهدناها بأن كل التغريدات التي تصدر في أمريكا لا أستطيع أن أتنفس. وهذا دلالة وإشارة على الرجل الأسود الذي قتل وهو خنقا تحت ركاب الشرطة الأمريكية. فأما ملف الإطلاق بعض العائلات أو الأشخاص الذين سجنوا بطريقة سياسية في مصر، فقد يبتزهم الرئيس الجديد ويعمل على ابتزازهم بهذه الطريقة من أجل الخضوع في ملفات تتعلق بأمن الكيان الصهيوني وبالعلاقة مع غزة وبإمكانية تحويل جزء من سيناء وضمه إلى غزة لتكون الأرض الموعودة للفلسطينيين بدل يعني ما يسمى بالأرض مقابل السلام. وهذا هو بيت القصيد، يعني يراد من مصر أن تتخلى عن جزء كبير من سيناء كونها يعني منطقة جدا واسعة حوالي 80,000 كيلومتر مربع، سكانها حوالي 500,000 من البدو فقط، وهي مجاورة لغزة، فيمكن اقتطاع قسم منها وجعله الملاذ الجديد للاجئين الفلسطينيين في العالم. هذه خطة ترامب، ما علاقة بايدن بها؟ هذه خطة دونالد ترامب وليست خطة بايدن، يعني مسألة حقوق الإنسان بشكل طيب. مباشر يوسف الشريف، ما رأيك في الملف المصري؟ هل تعتقد أن بايدن سيتخلى عن انتقاداته للسيسي عندما انتقده في تغريدة بأنه سيكون مختلفا عن ترامب في التعامل مع اقتبس دكتاتور ترامب المفضل؟ من المؤكد أن بايدن سينتهج سياسة مختلفة تماما عن سياسة ترامب بالنسبة لمصر وبالنسبة لعدة دول. يجب التذكير أنه في السياسة الخارجية الأمريكية أو في دواخل السياسة الأمريكية عدة لوبيات تتحكم وتؤثر. هناك طبعا اللوبي الصهيوني الذي نعرفه جيدا في العالم العربي، هناك لوبي السلاح، هناك لوبي النفط إلى غير ذلك، ولكن هناك لوبي لا يجب أن ننساه وللأسف ننساه كثيرا في العالم العربي، وهو لوبي حقوق الإنسان والديمقراطية. يعني نشر الديمقراطية هذه إحدى عقائد من عقائد السياسة الخارجية الأمريكية. ففكرة الضغط على دول لتحقيق ديمقراطية أو لاحترام حقوق الإنسان أحيانا يرتبط بضغط من أجل إرضاء لوبيات أخرى مثل اللوبي الصهيوني وغيره، ولكن أحيانا هذا يرتبط بضغوطات من لوبيات حقوق الإنسان والديمقراطية مثل Human Rights Watch وغيرها من المنظمات التي تتخذ من أمريكا مقرا لها. فبالنسبة لمصر من المؤكد أن بايدن سيضغط أكثر على النظام المصري لإطلاق سراح أكثر عدد أولا من المواطنين الأمريكيين أو المواطنين المصريين من أصول أمريكية المعتقلين في مصر، وثانيا لإطلاق سراح عدد من المساجين السياسيين، وهذا سنراه من المؤكد في الأسابيع المقبلة. سنرى كذلك ضغطا على السعودية، لا يجب أن ننسى أن السعودية كذلك فيها عدة معتقلين سياسيين، وهذه ستكون مرة أخرى سياسة مثل السياسة التي سينتهجها بايدن بالنسبة لإيران. السياسة التي سينتهجها بايدن بالنسبة لحقوق الإنسان والديمقراطية في العالم ستكون شبيهة بسياسة باراك أوباما. أسأل فهد الغويدي الكاتب والناشط السعودي أيضا عن إطلاق سراح النشطاء السعوديين، هل تعتقد أن بايدن سيضغط على بن سلمان من أجل إطلاقهم؟ هناك من يرى بأن بايدن سيضغط عليه حتى لإطلاق سراح الأمراء المعتقلين من آل سعود. هو الضغط سيكون على السياسة الخارجية أكثر من كونها السياسة الداخلية بالنسبة
السعودية، الضغط سيكون من أجل تصالح مع قطر وإعادة اللحمة الخليجية من جديد، الضغط سيكون من أجل إنهاء الحرب في اليمن، ولكن فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان في الداخل السعودي ربما سيتم تجاهله بشكل كامل. الفكر المؤسسي في أمريكا كان يدعم وبشدة الخط التقليدي للأسرة الحاكمة الذي كان يقوده في فترة من الفترات محمد بن نايف، ومحمد بن نايف هو الرجل القمعي الأول في المملكة العربية السعودية، وهو المسؤول الأول والمباشر عن الآلاف بل عشرات الآلاف من حالات الاعتقال والتعذيب والقتل خارج القانون داخل أروقة السجون في السعودية، وكان ثمة صمت رهيب جدا من الحزب الديمقراطي عموما ومن إدارة أوباما وبنيابة جو بايدن نفسه الذي كان نائبا لبارك أوباما، كان ثمة صمت كبير جدا عن انتهاكات قدرت بعشرات الآلاف داخل السجون السعودية. وبناء عليه أعتقد بأن التلويح بملف حقوق الإنسان هو من أجل الترويج للحملة الانتخابية، ولا حتى إطلاق النشطاء الناشطات فهد، يعني لا تعتقد بأن ذلك سيحرج بايدن أن يبقى ملف الناشطات السعوديات اللواتي طالبن أصلا بحرية المرأة السعودية وحرية قيادة السيارة أن يبقين خلف القضبان؟ تماما الضغط سيأتي أيضا في هذا الاتجاه، ليس فقط لأن الملف الحقوقي النسوي أو النسائي داخل السعودية ملف أصبح يعني ذا بعد عالمي، ولكن أيضا لا ننسى بأن كاميلا هاريس هي أول امرأة تتولى هذا المنصب، وكاميلا هاريس كانت تدعم حملتها الانتخابية بكونها امرأة وتدافع عن حقوق المرأة إلى آخره، وبناء عليه ستواجه إدارة بايدن حرج كبير إذا لم تقف في هذا الملف. ربما يكون ثمة ضغط كبير من أجل إخراج الناشطات المعتقلات في السجون، ولكن عندما يكون الحديث عاما حول ملف حقوق الإنسان والانتهاكات حقوق الإنسان في الداخل السعودي أعتقد بأن الحزب الديمقراطي وسياساته الخارجية لا تختلف كثيرا إن لم تكن أسوأ كذلك من الجمهوريين. أعيد أن أذكر بأن إدارة أوباما وجو بايدن عندما كان نائبه على مرأة ومشهد ومسمع من الناس ومن العالم كله تم حرق وجرف آلاف وعشرات الآلاف من الجثث في رابعة وفي عدوية وفي غيرها، وتم الانقلاب على سلطة منتخبة سلميا من قبل الناس وهم صمتوا عن ذلك. صمتوا ولكن فهد هم صمتوا بعدما قام السيسي بانقلابه، ولكن عندما خرج المصريون في عام 2011 في 25 من يناير دعمهم باراك أوباما وطالب في النهاية طالب بتنحي حسني مبارك. نعم، لأنهم يدعمون مصالحهم ويهمهم استقرار المنطقة. إذا كانت حقوق الإنسان تهمهم لماذا صمتوا عما جرى في 2013 من جرف وحرق للجثث؟ لماذا ذلك الصمت الرهيب عندما يلقي بشار الأسد القنابل والبراميل المتفجرة واستخدم حتى السلاح الكيماوي على أبناء شعبه؟ لماذا صمتوا؟ لأنهم يحاولون قدر المستطاع أن يقدموا أولويات والمصلحة الأمريكية في المقدمة. حتى الإدارة الحالية فقط أختم، حتى الإدارة الحالية الآن بقيادة جو بايدن إذا مرتأت بأن مصالحها الاستراتيجية، وأعيد أذكر بأن جو بايدن يختلف عن ترامب لأنه يعني هو رجل سياسي قادم من المؤسسات التقليدية الأمريكية، إذا رأى بأن مصالحه تتوافق مع رؤية ولي العهد محمد بن سلمان فلن يأتي بذكر لا لملف الحقوقي ولا لملف الناشطات ولا حتى ربما لملف خاشقجي الذي حصل على صدى طيب. عالمي، والذي كان الحزب الديمقراطي ينتقد إدارة ترامب على صمته. ولكن ماذا عن الأزمة الخليجية دكتور عبد اللخيص؟ هل تعتقد أن بايدن سيضغط على السعودية والإمارات لإنهاء الحصار على قطر وإعادة اللحمة الخليجية؟ يعني إذا كان سوف يفعل ذلك ليس لإعادة اللحمة الخليجية بل لأجل مصالح أمريكا الخاصة. إذا رأى أن مصالح أمريكا الخاصة يجب أن ترتفع عمليات الحصار عن قطر فسوف يفعل ذلك، وليس حبا لإعادة اللحمة الخليجية، لأن هذا الموضوع لا يهتمون له إلا إذا كان يخدم مصالحهم. وبالتالي عملية الحصار على قطر الآن ليست أولوية، يعني من الأولويات للسياسة الخارجية الأمريكية. حتى الآن لم يظهر أو لم يرشح أي تصريح رسمي بهذا الموضوع، خصوصا أن قطر يعني رغم هذا الحصار هي تعيش في أفضل ظروفها ولا يعني
يعني ليست في حالة انكماش اقتصادي أو غيره نتيجة لهذا الحصار. يعني هل تقدر الضغط على الخليجيين سوف تكون من نتيجة لملفات أخرى أكثر حساسية لمصالح أمريكا؟ ما هي تلك الملفات بتقديرك؟ إدارة الأزمات التي يرى كثير من الاستراتيجيين بأنها هي منهج الولايات المتحدة الأمريكية في علاقاتها مع الدول، هل تعتقد بأن أمريكا ستخوض مع دول الخليج في الأزمة الخليجية من هذا الباب، بأنها تريد أن تستفيد في إدارتها وإطالتها لهذه الأزمة؟ طبعا، يعني طالما تستطيع أمريكا، وهي تفعل وتستطيع حتما، أن تدير هذه الأزمات لمصالحها الخاصة، وتستطيع أن تستثمر وأن تحصل على هذه الثروات الطائلة وتبقيها تحت مظلتها، وأن تجعلها في خدمة أمن الكيان الصهيوني، فستفعل ذلك. ومع عملية التطبيع المتسارعة التي قامت بها أمريكا وبالضغط على الخليجيين والسودان وغيرها لأجل التطبيع مع الكيان، إلا بهدف واحد، وهو توسيع دائرة الأمان للكيان الصهيوني، تمهيدا لما يمكن أن يحدث لاحقا من عملية انسحاب كاملة للقوات الأمريكية من المنطقة. فبالتالي أمريكا تتعامل حسب مصلحتها الخاصة، لا حسب مصالح الآخرين، ولا يهمها أبدا أي لحمة خليجية. بالعكس، طالما تستطيع أن تفرق هذه الدول عن بعض، هي تكون المستفيدة. يعني من يستطيع أن يقنع المستمعين والمشاهدين بأن هذا الحصار على قطر الذي قامت به الحجاز والإمارات هو خارج عن الإرادة الأمريكية؟ يعني هذا الموضوع لا يمكن القبول به، بأن هذه الدول تستطيع أن تقوم بهكذا أعمال بمستوى استراتيجي دون موافقة مسبقة من القيادة الأمريكية. أستاذ يوسف، ما رأيك؟ يعني هل تمزيق العلاقات البينية الداخلية بين دول الخليج، وهم كلهم حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، يصب في مصلحة أمريكا؟ هل لأمريكا مصلحة في إطالة أمد الأزمة الخليجية تحت إدارة بايدن؟ هناك أطراف في أمريكا لديها مصلحة، لكن رأينا أن حتى في عهد ترامب إدارة ترامب حاولت جمع الأفرقاء الخليجيين، خصوصا لأنه في عهد ترامب كانت هناك نية لمجابهة إيران عسكريا. فترامب كان له مصلحة في المصالحة بين الأفرقاء الخليجيين في مواجهة إيران، لكن ترامب بحكم أن كانت له علاقات متينة جدا مع طرف على طرف آخر، أي مع الإماراتيين والسعوديين، أو مع محمد بن زايد ومحمد بن سلمان أساساً، فالضغط كان، لم يكن هناك ضغط كبير من أجل حل القضية، كان ينصح بأن تحل القضية، لكن يعطي الكرة أكثر لهذا الطرف على الطرف الآخر. اليوم مع بايدن أعتقد أننا سنرى ضغطاً أكبر من أجل أن يتفق الأطراف الخليجيين مع بعضهم. هناك أولاً من مصلحة أمريكا أساساً، لأن فيه يعني بالنسبة للبترول وللغاز ول يعني والاقتصاد بصفة عامة، هناك مصلحة في أن تهدأ الأمور في الخليج. كذلك لأن أمريكا لا تريد، أو المؤسسة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية تريد أن تخرج تدريجياً من منطقة الخليج، وكل ما هناك نزاع في تلك المنطقة فالأمريكيون مجبرون لأجل مصالحهم، فهم مجبرون أن يبقوا هناك. لذلك سيحاول أن يحل الأزمة على الأغلب في السنتين المقبلتين، لأنه يجب تذكير أن السنة الأولى ستكون أساساً لمجابهة الكوفيد-19 ولإعادة اللحمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني في المقام الأول الأوروبيين والغربيين أولاً، وحتى في أمريكا الانقسام الأمريكي الداخلي، الكثيرون يرون بأنه هو ملف الأول على طاولة بايدن. فهد، أسألك بالنسبة للنشطاء السعوديين والمعارضة السعودية، إن صح التعبير أن هناك معارضة سعودية في الخارج، ما الفرص التي يمكن أن تستفيد من ولاية بايدن لتقوية ملفاتها المطالبة للتغيير في السعودية؟
المطالبة بالتغيير، يعني أنا لا أتحدث باسم المعارضة عموما، ولكن أعتقد بأن التوجه العام لدى المعارضة السعودية ولدى الناشطون السياسيون سواء في الداخل أو في الخارج هو لإزالة الظلم، هو توجه لإزالة هذا النظام الملكي الذي بقي جاثما على صدور الشعب سنين طويلة، الذي ينهب الثروات والذي يعني يفرق اللحمة الداخلية الاجتماعية. إذن التوجه العام هو نحو إزالة هذا النظام الملكي، بطبيعة الحال باختلاف الأساليب وباختلاف الرؤى، كل لديه رؤيته وكل لديه استراتيجيته. هناك من يرى بأن نظام ملكية دستورية هو الأفضل، وهناك من يرى لا، بأنه لا يوجد شيء اسمه ملكية دستورية أصلا في المقام الأول. ولكن ما يراه بايدن وما تراه مؤسسات الحكم الأمريكية هو على النقيض تماما. يعني أنا أولا ضد فكرة أن الإدارة الأمريكية تسعى لتقسيم المنطقة، هذه الفكرة النمطية هي فكرة أنا أعتقد أنها خاطئة تماما. بالعكس، الإدارة الأمريكية من مصلحتها العامة أن تبقى هذه الدول أو هذه الدويلات، سميها ما شئت، أن تبقى مرتبطة ببعضها وتبقى على قدر ولو كان شكليا أنها تكون دول يعني ذات سيادة واحدة وذات كيان واحد. وبناء عليه فيما يتعلق بالشأن الداخلي السعودي، الإدارة الأمريكية تحرص أشد الحرص على عودة وأشدد على هذه الكلمة، أن يعود نظام الحكم التقليدي الملكي في داخل السعودية، لأنه النظام الأمثل لسيرورة مصالح. وهل هذا يتحقق مع محمد بن سلمان فهد؟ هل هذا يتحقق مع محمد بن سلمان، النظام الحكم التقليدي الذي يبدو لدى كثيرين بأن محمد بن سلمان ضرب به عرض الحائط عندما اعتقل كبارات رجال آل سعود؟ بالفعل نعم، محمد بن سلمان هو يشكل عمليا يعني حرفيا هو انقلب على هذا النظام. هو محمد بن سلمان لم ينقلب على أشخاص، محمد بن سلمان انقلب على النظام التقليدي الذي تسعى الولايات المتحدة لإعادته. بطبيعة الحال من مصلحة الولايات المتحدة أن يعود هذا الخط التقليدي الذي استمر من عهد سعود وإلى عهد عبد الله في العودة من جديد، ولكن محمد بن سلمان انقلب. وبناء عليه ثمة رأيين الآن في داخل السياسة الأمريكية، رأي المؤسسات القائم على الفكر الاستراتيجي بعيد المدى الذي يقول بأن وجود شخصية محمد بن سلمان هو يعارض مصالحنا، وبناء عليه إذا ما اقتنعت الإدارة الأمريكية بهذا الأمر فربما تسعى بطريقة أو بأخرى إلى تقويض حكم محمد بن سلمان وإعادة الخط التقليدي للأسرة الحاكمة. ولكن إذا رأت في المقابل، إذا رأت بأنها إذا سعت في هذا الاتجاه هذا الأمر ربما يسبب قلاقل في المنطقة أو ربما يسبب نزاعات داخلية هي في غنى عنها، فربما يتم التراجع عن ذلك. دكتور عبد اللقيس، ما الذي ترجحه في علاقة بايدن بمحمد بن سلمان؟ هل تعتقد بأنه سيبقي على هذه العلاقة ويبقي الملفات التي يملكها للضغط على محمد بن سلمان من أجل ابتزازه؟ دكتور عبد اللقيس تسمعني؟ تفضل. في أرض الحجاز بدأت منذ إقحامه في العدوان على اليمن، وهذا العدوان منذ اليوم الأول، وعلى قناتكم المحترمة هذه في يوم الخميس 25 آذار 15، ومثل هذا التوقيت تقريبا قلت أن هذه الحرب لن تنتهي طالما هناك نظام مستعمر لأرض الحجاز ويحتل النجران وجيزان وعسير. وها نحن اليوم في العام الخامس وتجاوزناه، ونحن ما زلنا في هذا العدوان المستمر الذي انقلب عليهم ولم يستطيعوا أن يحققوا شيئا. وبالتالي يعني عملية وجود النظام، نحن نتكلم عن كليا عن وجود النظام وليس عن مجرد تبديل أشخاص. أعتقد أن النظام برمته أصبح الآن متهالكا ولن يبقى هذا النظام، وسيتم تقسيم هذه البلاد إلى عدة دويلات، وهناك خرائط نشرتها الإدارة الأمريكية في فترة سابقة تشير إلى تقسيم هذه الدولة إلى عدة دويلات متقسمة ومتفرقة. فبالتالي يعني الموضوع لم يعد مجرد انقلاب على شخص أو تبديل شخص بآخر أو نظام ملكي بدستوري أو كل هذه الترهات. يعني أعتقد أنه لم يعد هناك مصلحة للعالم أجمع بإبقاء هذا النظام الذي يدعم الفكر التكفيري
الذي أصبح يشكل تهديدا للأمن القومي بشكل عام في مستوى العالم، لأن له امتداداته الكثيرة. فبالتالي هذا الموضوع لم يعد قابل في النظام العالمي الجديد الذي نحن بصدد إنشائه. شكراً. في هذه الفترة وإرهاصاته الدولية كلها أصبحت موجودة. شكرا لك دكتور عبد اللقيس الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط. أستاذ يوسف الشريف، ما رأيك، هل تعتقد أن الولايات المتحدة تحت بايدن قد تغير منهجها مع المملكة العربية السعودية، وقد تقوم كما قال ضيفي عبد اللقيس بإنهاء العلاقة مع النظام السعودي؟ لا أعتقد، أساسا للأسباب الاقتصادية التي ذكرتها في بداية هذا البرنامج، لكن من المؤكد أن الضغوطات سوف تكون مغايرة لما كانت عليه في عهد ترامب. ستكون هناك ضغوطات لإنهاء حرب اليمن، ستكون هناك ضغوطات لحل الأزمة الخليجية، وكذلك فيما يتعلق بحقوق الإنسان وبإطلاق سراح المساجين السياسيين الديمقراطيين مثل الناشطات النسويات وكذلك المعتقلين السياسيين من العائلة المالكة. لكن أن يكون هناك انقلاب في العلاقة بصفة كلية، هذا أستبعده في الوقت الحالي، لأنه صحيح أن البترول ليس له نفس الأهمية التي كانت عليه قبل 20 سنة، لكن البترول لازال مهما. السعودية هي أكبر دولة في الخليج، لذلك التخلي عن النظام السعودي أو المجازفة بالتخلي عن النظام السعودي مقابل انهيار الدولة في السعودية أو مقابل قيام نظام غير موالي أو غير صديق للولايات المتحدة الأمريكية، هذه مجازفة كبيرة في عهد بايدن الذي سيكون عهدا مليئا بالمشاكل الداخلية بالنسبة لأمريكا ومليئا بالمشاكل العالمية التي هي أكبر بكثير من أن تجد أمريكا نفسها مرة أخرى في مشاكل صغيرة مثل المشاكل التي نشهدها في الخليج العربي. بالتأكيد، وخاصة مع رئيس حتى الآن لا يعترف بهزيمته، الرئيس الأمريكي الذي انتهت ولايته دونالد ترامب ما زال يطلق تغريدات بأنه لا يعترف بهذه الهزيمة وسيتحدى بايدن قضائيا. أشكرك يوسف الشريف، مدير مركز جامعة فيلادلفيا في تونس والباحث في العلاقات الدولية، كما أشكر فهد الغويدي الكاتب والناشط السعودي كان معنا من لندن، وعبد اللقيس من لبنان الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط. بهذا تنتهي هذه التغطية، لكن بالتأكيد فوز بايدن سيبقى حاضرا في كافة برامجنا حالما تتوفر تصريحات للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حول ملامح سياسته في الشرق الأوسط.